جديد أحلى تحية لكل اللي بعدهم متواصلين معنا بإذاعة بانوراما، معكم بهدى وهن ومستمعينا. دعم الموهوبين والموهوبات من ذوي الاحتياجات الخاصة بينشئ منهم جيل متمكن مبدع له دوره بالمجتمع، لحتى يأكد أنه جيل مؤثر لا جيل عاجز، ولحتى يتم التأكيد على أنه بالنهاية الإعاقة أكيد إعاقة فكر منا إعاقة جسد، من خلال الإرادة والدعم. هذا ما تقوم به جمعية إرادة اللي اليوم رح نتعرف عليها أكثر من خلال ضيفنا الموجود معنا على الهواء مباشرة، الأستاذ عاطف مطري، مدير العلاقات العامة في الجمعية. أستاذ عاطف، أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا وحياكم الله جميعا. يسعد نهارك. اليوم من خلال وجودك معنا حابين نتعرف على هذه الجمعية وعلى دورها. أولا أعطيكم العافية على هذه الاستضافة. وجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة هي الجمعية الأولى من نوعها على مستوى العالم في خدمة الموهوبين والموهوبات بمختلف أنواع الإعاقات ومجالات الموهبة بالإضافة إلى الأعمار. أما الدور اللي بتقوم في الجمعية، احنا نسعى في الجمعية لاكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم وتطويرهم للمجتمع كنماذج مشرفة، وإثبات رسالتنا إن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة فكر وليست إعاقة جسم. نعم. كيف بتم تنمية المواهب عند ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها؟ طبعا في البداية من المرحلة الأولى اللي هي الاكتشاف من خلال مسابقة سنوية تقام اسمها جائزة حمار، بعد ذلك يتم تأهيلهم نفسيا وأسريا واجتماعيا، وأيضا يتم تدريبهم في مجال مواهبهم في أفضل مراكز التدريب وخبراء المجال. نعم. مدى تمكينهم بالالتحاق بالعمل وخدمة المجتمع بعد تنمية المواهب؟ كيف وضعه؟ كيف بتتم؟ طبعا احنا عندنا برنامج متكامل اسمه أكاديمية الإرادة. الأكاديمية هذه تبدأ زي ما شرحت في البداية على مرحلة التأهيل النفسي والاجتماعي والأسري، بعد ذلك يتم تدريبهم، وأخيرا يتم دعمهم بمشروع ريادي خاص فيهم أو وظيفة تتناسب مع الموهبة والإعاقة. نعم. من خلال هذه الجمعية شو هي الأهداف اللي بتسعوا إلى تحقيقها؟ وطبعا من أهم الأهداف اللي هي إيصال رسالتنا أن الإعاقة إعاقة فكر وليست إعاقة جسد، بالإضافة أن نطمح بحلول 2030 أن يكون هناك فرع لجمعية الإرادة في كل قارة من قارات العالم للوصول لكل موهوب وموهوبة من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم. أنتوا بس فرع واحد بالمملكة ولا في أكثر من فرع؟ نعم، حاليا الفرع الرئيسي في مدينة جدة. نعم. وقريبا إن شاء الله في هذا العام راح يتم تدشين فرع الرياض. نعم. شو الإنجازات اللي حققتوها لحد الآن؟ ولله الحمد رغم عمر الجمعية القصير جدا، تم تأسيسها في أواخر 2016، ولكن ولله الحمد حقق العديد من الإنجازات. أولها حصول الجمعية على جائزة الأمير الطيسة بن عبد العزيز من خلال جائزة عمار لاكتشاف المواهب، أيضا تسجيل الجمعية في الأمم المتحدة كأول منظمة غير ربحية سعودية، وأيضا في 2020 رغم الإغلاق اللي كنا نعيشه مع جائحة كورونا. نعم. إلا أنه إحنا كنا على موعد لتحقيق منجز وطني جديد بالمملكة العربية السعودية في موسوعة جينيس الأرقام القياسية بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا أقمنا مؤتمر دولي يبحث العلاقة ما بين الإعاقة والموهبة. نعم. وكان هذا المؤتمر بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اللي نسأل الله أن يديم عليه الصحة والعافية، ورعى هذا المؤتمر معالي الوزير المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمشاركة 11 دولة و33 متحدث. نعم. قبل ما اختتم أستاذ عاطف، اليوم أنت معنا على الهواء بإذاعة بانوراما، شو الأشياء اللي بتعتقد أنه الجمعية بحاجة لها؟ هل أنتوا بتعتمدوا على متطوعين؟ هل في شيء يمكن اليوم رسالة بتحب توجهها لكثير من الناس، كثير من الأشخاص اللي عم يسمعوا إذاعة بانوراما وعم يسمعوك؟ شو ممكن تختار؟ شو الطلب أو الرسالة اللي بتحب توجهها؟
بالنسبة للمتطوعين طبعا هذا جزء لا يتجزأ من أي كيان في الوجود. متطوعين دائما لإيصال رسائل الجمعية وتحقيق أهدافها، وهناك عدد أيضا من الصعوبات اللي نواجهها أيضا في الجمعية مثل قلة الدعم المالي. نعم. اللي إن شاء الله بإذن الله نحظى في الأيام القادمة بدعم لتمكين هذه الفئة. نعم. وبعد يعني أيضا عندنا نقطة ثانية اللي هي في بعض الإجراءات في هذا القطاع أنها تحتاج إلى تطوير، ونحن على ثقة يعني كبيرة جدا بأن المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي أنه قادر على تذليل كافة الصعوبات اللي تواجه هذا القطاع. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عاطف، يعطيكم العافية وإن شاء الله بالتوفيق بكل خطواتكم المقبلة. شكرا لكم. يعطيك العافية.